النهارده معانا من مطبخ ثقف نفسك، هقدم لكم طريقه الكوردون بلو بطريقه سهله، وممكن نعملها زي المحلات بره كده، بيبقى طعمها حلو برده. معانا صدر فرخه مقسوم من النص مفتوح كده، ممكن نقول للراجل هو بيبقى عارف ان هو يفتح لنا بالطريقه ديت، متبل بملح وفلفل، ومعايا قطعه جبنه شيدر وقطعه رومي مدخن، ومعايا بقسماط، ومعايا دقيق، ومعايا بيضة مضروبة بشوية لبن وحبة فلفل. أول حاجة هنعملها هنجيب الفراخ نفتحها بالشكل ده، هي تبقى مجهزة كده جاهزة يعني. هجيب جواها الرومي المدخن والجبنة الشيدر، هقفلهم على بعض بالشكل ده كده كويس، مش مشكلة حتى لو الرومي طلع زيادة، ممكن ان انا اقطعها زيادة كده. بعد كده هجيب خلة سنين نظيفة هقفلها من هنا، مجرد بنحطها اول ما بتستوي بنشيلها تاني منها. بالمنظر ده بعد كده بحطها في الدقيق، لازم اخطني الدقيق اغطيها كلها كويس، يعني مخليش حتة فيها مش باينة من الدقيق خالص، اغطيها بالدقيق كلها كويس. بعد كده بحطها في البيض مرة، البيض اللي باللبن، نغطسها كويس برضو، ونرجعها تاني في الدقيق مرة كمان. انا كل اللي انا عايزين لازم يتغطى كويس كويس عشان ما تفتحش مننا وهي بتتحمر. بعد كده هرجعها تاني في البيض، تاني امشيها في البيض تاني، واحطها في البقسماط. لازم اغرقها بالبقسماط كلها، لازم تتغطى تتغطى كويس خالص عشان ما تفتحش، عشان ما يحصلش اي حاجة وانا بحمرها. كويس كده، بعد كده بحطها في الطبق واغطيها كويس واحطها في التلاجة لمدة ساعة او ساعة ونص، لغاية ما عاد ما اجي محمر او قبل مثلا ما اعملها على طول. بعد ما اتشمعت كويس هنطلعها ونحطها في زيت، بس يكون غويط، ونسيبها تتحمر كويس. بعد كده هنقلبها على الناحيتين بحيث انها تستوي، بس دقيقة كده بالظبط، يعني دقيقة، ونوطي عليها النار بحيث انها تستوي من جوه. ودي النتيجة النهائية، نشيل الفتلة منها بالهنا والشفا. ولو حابين اي وصفات تانية ممكن تكتبها لنا في الكومنتات واحنا نعملها لكم.